تبدو لي أنه وقائع الأحداث التي حدثت في كفر الدوار 12 و13 أغسطس 1952 من أكثر الأحداث غموضاً في التاريخ المصري المعاصر. خميس والباقي بريء والباقي بريئين من أي تهمة توجه ليهم في عملية تكسير أو تخريب أو أي حاجة. أياميها كان لازم يصدر حكم بالإعدام. قصة إعدامهم وحتى طريقة الإعدام وحتى البتاع كانت مأساوية، والمحاكمة أنهم قاعدين العمال قدامهم والدبابات واقفة قاعدين العمال على أرافيسهم كأنهم يعني مذنبين، والمحاكمة ما خدتش. المجلس العسكري اللي اتكون كان برئاسة أحد الضباط المنتمي للإخوان المسلمين، يعني الإخوان المسلمين لا يبرأوا من هذا الوزر، يعني هم ارتكبوا هذا الخطأ الموجود ده. مش معناها ان عبد الناصر ومحمد نجيب والمجموعه الضباط الاحرار مش مسؤولين عن الحدث، لا مسؤولين. لما راح الحكم لمحمد نجيب هناك وشافوا عرف ان الحكم ده برضه مش مظبوط وحس ان حكمه ظلم. وتمثل ده في قصه مضحكه، يمين اللي يروح الاول يزور قبر حسن البنا. عبد الناصر لحق وراح، فمحمد نجيب راح تاني يوم وقرا الفاتحه وقعد يعيط كان حسن البنا مات امبارح، وان مطلوب رد اعتبارهم في اعاده محاكمه مصطفى خميس ومحمد البقري وضروره الراي العام يعرف الحكايه دي ويعرف انهم ابرياء. انا اللي اتعدمت في الشو. انا هو اتعلم وراح عاد لما انا اللي شفت.